ما تم من مشروعات طاقة متجددة خلال السنوات القليلة الماضية خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات بيعادل ما تم إنشاؤه خلال الخمسة وعشرين سنة السابقة، وده في الحقيقة بيعطي أكثر من رسالة إيجابية. أولاً التزام الدولة بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام، وأيضاً جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وتحديداً ما يعرف به الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واللي بيكون لها العديد في الحقيقة من المزايا الإيجابية على الوجهة الاقتصادية والاستثمارية لأي دولة. على الرغم من جائحة كورونا وما شهد العالم من تباطؤ عالمي في معدلات الاقتصاد، إلا أن الحمد لله الحكومة المصرية وقعت العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، أكثر من 2000 ميجا وات تم توقيعهم خلال عام الكورونا وبأسعار قياسية وتنافسية، كان إجمالي الاستثمارات بيفوق حوالي 2 مليار دولار.